السلام عليكم. غادي نشوفوا في هذا الفيديو هذا لا كوريكسيون ديال 3 ديال لي زيكزارسيس جداد ديال لا ميكانيك دو سول، لا بارتي ديال لي كاركتيرستيك فيزيك دي سول. هاد التمارين هادو كان سبق ليهم تحطوا في دي ليكزامان دو فان فورماسيون ولا دو باساج ديال لوف بي بي تي، واحد ليكزارسيس 2010 ليكزارسيس شيف دو شونتي، واحد ليكزارسيس كونديكتور طرافو 2010، واحد ليكزارسيس كروز اوفر كور دي سوار 2010. الوغ rapidement deux autres exercices nouveaux. Un échantillon d'argile saturé à un poids spécifique gamma saturé à 25 kN par mètre cube et un poids spécifique de grain de sol gamma S 25 kN par mètre cube. Le poids volumique de l'élément 10 kN par mètre cube. Nous avons le poids spécifique des jauges gamma prime. Nous avons le gamma D, poids spécifique des grains à l'état sec, la teneur en eau, l'indice de vise, l'indice de vide et la porosité. Et donc, quand on a fait l'exercice, on n'a pas des données de volume et de poids. Yani, on a un échantillon de volume, on a un échantillon de poids. On a un échantillon dans le cas de l'âme. On a les paramètres qui sont entre le poids et le volume. On a un شحال كيوزن عموما في كل متر كوب، هاد لي غران دو سول خالصين كل متر كوب منهم شحال كيوزن، وهاد لي شونتيون مخلط بالماء اللي فيه وباللي غران دو سول اللي فيه شحال كيوزن. الملاحظة الثانية أنهم عطاونا قالوا لنا هذا سي لي شونتيون دارجيل ساتوري، يعني فيه الماء ولي غران دو سول ما فيهش الهواء، يعني فيه غير جوج ديال لي فاز، صافي؟ ألوغ باش كنخرجوا هاد النوع ديال لي زيكزارسيت اللي ما كيعطيوناش فيه واحد البوا معين ولا واحد الحجم معين، يعني كيهضروا لنا بصفة عامة. عندنا جوج ديال لي ميثود. الحالة الأولى هي أننا نعتمدو على لي غولاسيون أوتخ باغاميتر، حنا غادي نشوفوهم توت سويت. هاد لي غولاسيون هما واحد العدد ديال العلاقات اللي كيربطو ما بين لي باراميتر، إذا كنت حافظهم كاملين، حنا ما كنهضروش هنا على التعريفات ديال لي باراميتر، التعريف ديالهم هذاك لا خصنا دائما نكونو كنعرفو. مثلا لانديس دو فيد هو الفوليوم دو فيد على الفوليوم ديال لي غران دو سول. لا، لي غولاسيون أوتخ باغاميتر هما علاقات كيربطو ما بين هاد لي باراميتر هادو، علاقة ما بين لا تونور نو لا بوروزيتي لو دوغري دو ساتوراسيون اكسيتيرا. اما نكون خصني حافظ هاد العلاقات ولا قادر نبرهن عليهم في لا كلاس نخرج بهم، ولا ناخذ واحد لي شونتيون يونيتير. حنا غادي نشوفوا الطرق بجوج، صافي. الوغ الا كنا غنخدموا لي غولاسيون اونتر باغاميتر هما هادو اللي عندنا هنايا، الوغ ديك الساعه كنقلب على لا غولاسيون اللي تصلح لي انطلاقا من المعطيات اللي عارفهم. مثلا بالنسبه لا لو بو فوليميك دي جوجي غاما بريم، هذاك التعريف ديالو غاما ساتوري ناقص غاما دوبلي، هذا هو التعريف ديالو الاصلي، غنقدر نخرجو غنقول هو 20.5 ناقص 10، ولكن لي زوطخ بالتعريف ديالو ما غنخرجوهمش. مثلا لانديس دو فيد في على في اس ما نقدرش نستعملو، لا تونور نو دوبل في دوبل في على دوبل في اس ما نقدرش نستعملو، خصني نستعمل لي غولاسيون اونتخ باغاميتر. الوغ هنا غنحصلو على هاد لي غولاسيون. مثلا غاما دي شنو غادي نمشيو نعملو؟ غنقلبو غنقلبو غنجبرو مثلا هاد العلاقة هادي اللي هنا هي اللي نقدروا نستعملوها، العلاقه رقم 26، حيت فيها لو بوا فوليميك دو جوجي، فيها غاما اس، فيها غوما دو كاما دو في، غنكون عرفناهم كاملين. غاما دي جوجي غنكون حسبناها، الوغ ديك الساعه نقدر نحسب غاما دي، غتخرج لي 17.5. مثلا لا تونو غنو، لا تونو غنو غنلاحظ انني ما نقدرش نستعمل التعريف ديالو الاصلي، غنبدا هابط، غنجبر هاد العلاقه رقم 11 اللي هي لا تونو غنو اليتا يوميد توتال مقسوم على غاما دي ناقص واحد. هاد لا تونور نو اليتا يوميد توتال هو غاما ساتوري هنايا، علاش؟ حيت لو سول في الحاله الطبيعيه ديالو الي ساتوري. الوغ هاد غاما غادي نعوضها ب 20.5 نقسمها على 17.5، لا نكون حسبتها ناقص واحد وغتخرج لي 17.14%. لانديس دو فيد غادي نجي نقلب غنستعمل العلاقه رقم 7، غاما اس على غاما دي ناقص واحد، حتى هو ما نقدرش نستعمل العلاقه الاصليه ديالو. ولا بوغوزيتي غنجي العلاقه رقم 3، واحد ناقص غاما دي على غاما اس، صافي. هاد الشيء هذا الا كنت حافظ هاد العلاقات، ما كنتش حافظهم الوغ كاين واحد لا بوسيبيليتي. شنو هي؟ غناخدو واحد ليشونتيون اونيتيغ. شنو معنى ليشونتيون اونيتيغ؟ يعني هما قالوا لنا ان هاد لي باغ هاد لي البوا فوليميك اللي عطاوهم لنا صالحين هاد لو سول، صالحين شحال ما كان الفوليم ديالو. حنا كنختارو واحد الفوليم ساهل اولي هو الحجم ديال واحد المتر كيوب. كنقولوا اذا غناخدو واحد المتر كيوب من داك التراب، ياك الا كان هاد التراب جبت منه واحد المتر كيوب شحال غيكون كيوزن؟ غيكون كيوزن 20.5. علاش؟ حيت هما قالوا لنا غاما ساتور هي 20.5 لكل متر كيوب، كل متر كيوب منه كيوزن 20.5. اذا البوا ديال هاد ليشونتيون، البوا ديال الماء ديالو زائد لي غراند سول ديالو هو 20.5، والفوليوم ديال الماء ديالو زائد الفوليوم ديال لي غراند سول هو واحد. الوغ هنا كنخدم بالطرق الاصليه، كنمشي نقلب على هاد المجاهيل بربعه بيهم،
ياك نحددهم، وبالتالي نخرج لي بارامتر كاملين اللي طلبهم لي وحتى اللي ما طلبوهمش مني. الوغ شنو عملنا بعض التفصيل؟ عندنا الوزن ديال المزائد، الوزن ديال اللي غندوصل هو 20.5، الحجم ديال المزائد، الحجم ديال اللي غندوصل هو 1. عارفين البوافو ميديان ديال الماء غاما دبليو في هو البوا ديال الماء على الفوليوم ديال الماء هو 10، عطاوها لنا في المعطيات. غاما اس ديال اللي غندوصل عطاوها لنا حتى هي في المعطيات، قالوا لنا كتساوي 25، احنا عارفينها انها هي البوا ديال اللي غندوصل على الفوليوم ديال اللي غندوصل. كتلاحظوا دابا عندنا اربعه ديال العلاقات، عندنا اربعه ديال المجال، الو غنلعبوا معاهم شي شويه ونقدروا نحددوهم كاملين. مثلا هنا غادي يرد البوا ديال الماء هو 10 فوليوم ديال الماء، البوا ديال اللي غندوصل هو 25 فوليوم ديال اللي غندوصل. وغادي نمشي نعوض في العلاقه الاولى، البوا ديال الماء غادي نعوضه ب 10 فوليوم ديال الماء، والبوا ديال اللي غندوصل غادي نعوضه ب 25 فوليوم ديال اللي غندوصل. غنحصل على واحد النظمه فيها جوج المجاهيل في دو بي في اس. غنمشي نضرب السطر الثاني في ناقص 10 وغادي نجمع طرف بطرف، شحال غتخرج لي؟ 10 ناقص 10 غتمشي، 25 ناقص 10 تبقى لي 15 في اس، كتساوي 20.5 ناقص 10 اللي هي 10.5، وبالتالي غنستنتج في اس غتجيني 0.7. وانا عارف ان في اس زائد في دوب في كتساوي 1، اذا داكشي اللي بقى 0.7 شحال بقات لي باش توصل 1 هي 0.3، هذاك هو الفوليوم ديال الماء. من بعد غادي نرجع لديك البوا فوليميك ديال الماء، غنخرج به البوا ديال الماء، البوا فوليميك ديال اللي غندوصل نخرج به البوا ديال اللوس. اذا البوا ديال الماء هو 10 فوا الفوليوم، البوا ديال اللي غندوصل هو 25 فوا الفوليوم، غيخرج لي البوا ديال الماء 3 كيلو نيوتون، والبوا ديال اللي غندوصل 17.5. اذا جمعتهم كنتحقق انهم هما 20.5. دابا المعطيات كاملين عندي، المجاهيل كاملين عندي، كنطبق العلاقات الاصليه ديال الباراميتر التعريفات ديالهم. غاما دي جوجي هذاك هو التعريف ديال اللي شفناه قبل في لي غولاسيون دو باراميتر، ما غيتبدلش. ولكن بالنسبه لغاما دي هو البوا اللي غاندوسول مقسوم على الفوليوم توتال، يعني هو 17.5 مقسوم على 1. مثلا لا تونغنو هو البوا ديال الماء، البوا ديال اللي غاندوسول هو 3 على 17.5 17%. لانديس دو فيد هو الفوليوم دو فيد على الفوليوم ديال اللي غاندوسول، الفوليوم دو فيد هنايا هو الفوليوم ديال الماء، علاش؟ حيت الهواء ما كاينش، الو غتخرج 0.43. لا ميم شوز بالنسبه للبوروزيتي، الفوليوم ديال الفيد هو الفوليوم ديال الماء، غتخرج هي 0.3. اذا هذه الطريقه الثانيه غادي نطبقوها حتى في التمرين الثاني. التمرين الثاني قالنا ان شونتيون دو سول سيك ا اون ماس فوليميك دو 1655 كيلو غرام بار متر كوب، لا دونسيتي دي غران دو سول 2.265، وقالوا لنا نحسبوا الانديس دو فيد ولا بوروزيتي، وقالوا لنا البوا فوليميك ديال الماء هو 1 غرام بار سنتيمتر. اذا كتلاحظوا لا ميم شوز، ما عطاوناش شي واحد لا كونتيتي معينه وان بوا معين ولا ان فوليوم معين، لا عطاونا لي بوا فوليميك لي دونسيتي اكسيتيرا. قالوا لنا لو بوا فوليم، بعد قالوا لنا هاد لي شونتيون هذا الي السيك، ياك شنو معنى ديال السيك؟ يعني فيه غير الماء، بلوتو فيه غير الهواء والتراب، العكس ديال الحاله الاولى، ياك. وقالوا لنا عاود لا دونسيتي 2.65، هذه باختصار باش غنعرفوا الكتله الحجميه ديال لي غراند دو سول والوزن الحجمي ديال لي غراند دو سول، باختصار غيغطينا هو 26.5 كيلو نيوتن بار متر كيوب. وهذا 1655 هي الكتله الحجميه ديال لو سول ملي كيكون يابس، يعني بحال اللي نقولوا هي المكافئ ديال غاما دي، يعني بحال اللي هنايا قالنا غاما دي هي 16.55 كيلو نيوتن بار متر كيوب، صافي. الوغ اول حاجه غادي نعملوا شويه ديال التحويلات هنايا. الكتله الحجميه ديال الماء قالوا لنا 1 غرام بار سنتيمتر كيوب، كتعني ان الوزن الحجمي ديال الماء هو 10 كيلو نيوتن بار متر كيوب. الكتله الحجميه ديال لو سول يابس 1655 كيلو غرام بار متر كيوب، يعني غاما دي هي 16.55 كيلو نيوتن بار متر كيوب. لا دونسيتي 2.65، يعني الكتله الحجميه ديال لي غران دو سول هي 2.65 غرام بار سنتيمتر كيوب، كتعني ان البوا فوليميك ديالو هي 26.5 كيلو نيوتن بار متر كيوب. باختصار هاد الانتقالات في الوحده، باش ننتقلوا من الغرام الكيلو نيوتن، غننتقلوا من الغرام للكيلوغرام، من الكيلوغرام للنيوتن، ومن النيوتن للكيلو نيوتن. من الغرام للكيلوغرام عندنا 10 ناقص 3، من الكيلوغرام للنيوتن عندنا شده التقاله 10، ومن نيوتن للكيلو نيوتن 10 ناقص 3 كتجيك هي 10 ناقص 5. لتحت من سنتيمتر كوب للمتر كوب 10 ناقص 6، الوغ كتشد واحد 10 الفوق، إذا ضربت ب 2.65 كترجع هي 26، تضربت في واحد كترجع هي 10، تضربت في 1.655 طن كترجع هي 16 كيلو نيوتن، إي فوالا. الوغ هنا
ملي وجدت هاد لي غولاسيون هادو غنمشي نطبق لي غولاسيون اونتر باراميتر، مثلا لانديس دو فيد غنقلب شنو هي العلاقه اللي صالحه له، العلاقه رقم 7 كا ناقص على كا دي ناقص 1، يعني 26.5 مقسوم على 16.55 ناقص 1. وغنمشي لا بوروزيتي نفس الشيء، لا بوروزيتي العلاقه رقم 3 1 ناقص كا دي على كا اس، غنحصل على النتائج، غنحصل على لانديس دو فيد هو 0.6 ولا بوروزيتي هي 0.375. الا مشيت نخدم بالطريقه الثانيه، الطريقه الثانيه كناخد واحد لي شونتيون يونيتير اللي الحجم ديالو واحد المتر كيوب، قالوا لنا هذا المتر كيوب هذا الكتله الحجميه هي 1655 كيلو غرام بار متر كيوب، يعني الحجم ديالها الوزن ديال هذا الحجم هو 1655 كيلو غرام، بويسك هنا كاين الهواء وكاين لي غرام دو سول، اذا ديك 1655 غتكون كامله ديال بي اس. الو غنخدم هنا شويه على شويه ديال التحويلات، بي اس هو 1655، نقدر نخدم هنا بالكيلوغرام من وحده. غاما اس قالوا لنا غتخرج لنا هي 2.65 طن بار متر كوب، يعني 2650 كيلوغرام بار متر كوب، ياك. وعندنا بي اس على في اس هي غاما اس. الو تلقى من هذه العلاقه هذه، انا عارف بي اس وعارف غاما اس، غنقدر نخرج في اس. بي اس هو 1655، كما اس هي 2650، الو غنقدر نخرج في اس 650 على 2650 غادي يجينا 0.625 متر كيوب. داك الشيء اللي شاط شنو هو، حيت حنا عارفين ان الفوليوم توتال هو واحد، داك الشيء اللي شاط هو الفوليوم ديال الهواء داخ، الفوليوم توتال ناقص في اس واحد ناقص 0.625 جاتنا هي 0.375. وهنا كنمشي نطبق التعريفات ديال لانديس دو فيد وديال لا بوروزيتي. لانديس دو فيد هو الفوليوم دو فيد، الفوليوم ديال لي غران دو سول، والفوليوم ديال الفيد هنا هو الفوليوم ديال الهواء حيت الماء ما كاينش، ياك. الفوليوم ديال الفيد على الفوليوم توتال هو الفوليوم ديال الهواء على الفوليوم توتال. الوغ لابليكاسيون نيميريك غتحصل على نفس النتائج اللي حصلنا عليهم بالطريقه الاولى، اللي هو لانديس دو فيد 0.6 ولا بوروزيتي 0.375. اخيرا غندوزو ليكزيرسيس رقم 3 اللي كنتحط في الجروز اوف 2011. قالوا لنا سؤال واحد، ساشون كو لا ماس فوليميك ابارونت دان غرانولا اي 1800 كيلوغرام بار متر كوب اي سا ماس فوليميك ابسولي اي 3000 كيلوغرام بار متر كوب، ديتيرميني لو بورسونتاج دي فيد كونتوني دون سو غرانولا. الوغ هنا ملي كنقولوا لا ماس فوليميك ابارونت، يعني الوزن الحجمي ديال واحد الغرانولا بالفراغات اللي فيه، وهنا ملي كنهضروا على واحد الغرانولا كيهضروا لنا على ان ليمون اللي هو واحد لي شونتيون اللي هو عموما يابس، حيت الا ما كانش يابس لي دوني ديك الساعه ما غيكونوش كافيين، ما نقدروش نخرجوا التمرين كامل حيت لي دوني ما كافينش. ولكن هنايا باعتبار انه هاد الغرانولا كيقصدوا به واحد الغرانولا اللي هو يابس، يعني بالفراغات اللي فيه كيوزن 1800 كيلوغرام بالمتر كيوب، ولكن الا كان معمر الفراغات كاملين كيوزن 3000 كيلوغرام بار متر كيوب، صافي. اذا غنعتبروا ان هاد 1800 هي الوزن الحجمي ديالو يابس، و 3000 هي الوزن الحجمي ديالو خالص، يعني غير العناصر الصلبه. سؤال واحد عطاونا ديتيرميني لو بورسونتاج دي فيد كونتوني دون سو غرانولا، يعني نسبه الفراغ شحال كيشكل الفراغ في فوليوم كامل، شحال كيشكل الفراغ في الفوليوم كامل هو لابوغزيتي، هو الفوليوم ديال الفراغ، الفوليوم ديال الفيد على الفوليوم توتال. هنا الفراغ هو الهواء على اعتبار ان لي شونتيون يابس. الوغ الى خدمنا بلي غولاسيون اونتر باغامتر، هاد 1800 غتكون هي غاما دي، وهاد 3000 غتكون هي غاما اس، وانا خصني لا بوروزيتي. اذا لا بوروزيتي هي واحد ناقص غاما دي على غاما اس، واحد ناقص 1800 على 3000، فوالا غادي تخرج لنا 0.4، ولا حيت هما قالوا لنا بالبروسنتاج غنقولوا هي 40%. بامكانك تخدم هنا بالكيلوغرام ولا بالكيلو نيوتون، فحال 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 اللي غتقسم 1800 على 3000، فحال اللي غادي تقسم 18 على 30. هنا عملنا ديك التحويل ديال مشينا للكيلو نيوتون، صافي. اذا هذه الطريقه الاولى. الا بغينا نخدموا بالطريقه ديال الفوليوم انيتير، عندنا ايشونتيون يابس الحجم الكلي ديالو هو 1 متر كوب، الوزن الكلي ديالو اذا كان طبعا الحجم ديالو هو 1 متر كوب بالفراغات اللي فيه، يعني الوزن ديالو هو 1800 كيلوغرام، صافي 1800 كيلوغرام. اذا هذا هو لي شونتيون، نحددوا المجاهيل كامل. شكون من المجاهيل؟ هما بي ا معروف كتساوي زيرو، بي اس خصنا نجبروه، في ا و في اس الا جبرنا هادو، يعني لي باراميتر كاملين ماشي غير لا بوروزيتي وصافي، غنقدروا نحددوها. الوغ بي اس هو البوا توتال 1800 حيت بي ا كيساوي زيرو، المجموع ديال لي فوليوم كيساوي واحد، غاما اس كتساوي 3000، هاد غاما اس حيت كتساوي 3000 هي بي اس على في اس، غنقدروا نحددوا في اس حيت بي اس معروف. اذا غيجينا
في اس هو 1800 مقسوم 3000 هي 0.6 متر كيوب، وشحال بقى على واحد 0.4 متر كيوب. ديك 0.4 متر كيوب هي الفوليوم ديال الهواء. اي فوالا، هنايا ديك الساعه كنقدروا نحددوا البورسونتاج ديال الليفيد. الا قلنا البورسونتاج ديال الليفيد هو شحال كيشكل الليفيد مع الفوليوم توتال، الفوليوم ديال الليفيد على الفوليوم توتال في 100%. الوغ هذا هو التعريف ديال لا بوروزيتي، زدنا على غير البورسونتاج غير النسبه المئويه وصافي. اذا في في على في تي يعني هو في ا، الفوليوم ديال الهواء هو الفوليوم ديال الليفيد في هذه الحاله، حيت الماء ما كاينش. 0.1 على 0.4 على 1 مضروبه في 100 دينا هي 40%. اي فوالا، شكرا على الانتباه ديالكم.